اقرار التوسيع اليوم حق الكل طالب. ظلم وقتل للحلم والطموح، يهتف الطلبة الراغبون في مواصلة المسير الدراسي للحصول على شهادة الدراسات العليا، الذين خرجوا بتظاهرة من جميع المحافظات العراقية وتحدثوا عن ضرورة توسعة مقاعد الدراسات بما يتناسب مع حجم الأعداد المتقدمة، لا سيما بعد قيام الجامعات بتقليص عدد المقاعد للقبول ولجميع القنوات للحد الأدنى، مع ملاحظة زيادة أعداد المتقدمين. يعني ده نطالب جهات غربة، ده نطالب سيد وزير التعليم العالي هو اللي مسؤول عن مخرجات الطلبة في الجامعات العراقية. احنا كنا جامعات حكومية معدلات عالية، ما طلبنا شيء صعب، طلبنا انه يكون يجهز لنا توسعة مثل ما انطاها العام، ونروح نباشر اللي على الماجستير واللي على الدكتوراه. كذلك رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي، لان لحد الان ما شفنا تدخل من عنده شخصي، مع العلم انه احنا وصلنا رئيس الجمهورية وقال انا راح اشوي رئيس الوزراء ويا وزير التعليم العالي وماكو نتيجه. انا بالاضافه الى مطالب اخواني اللي طلبوها هسه التوسعه والمقاعد، انا اريد اطالب الوزير انه يرسل بيان راي سريع لكل الجامعات يشوف الاخذه والمقاعد هذه الاثنين هم مستحقيها لو لا. هم اعطاهم تعيين مركزي للاوائل، الاوائل اخذوا والتعيين مركزي رفعت اسماهم صح بعد ما جت الاوامر الوزاريه، بس بنفس الوقت انه امل كبير انه يتعينون وبنفس الوقت اخذوا المقاعد، فهذا الشيء قانونيا ما يصير. فاكو تلكؤ بقوانينه انه يتابع الموضوع هم مستحقين المقاعد لو لا. في سابقة أثارت حفيظة المتقدمين للدراسات العليا تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كان لها تخطيط آخر، فما صدر منها من كتاب يسمح للدرجات الخاصة حصرا والموظفين بإجراء امتحان تنافسي ثان وبأسئلة مغايرة رغم أن التنافس يجري على المقاعد ذاتها، قد أحدث ردة فعل قد لا يحمد عقباها في قادم الأيام بحسب الخريجين. هو الدكتور رئيس القسم بالكلية يقول له حتجي توسعات، هسه انصدمنا الوزير انه معاند ما يعطي توسعة، ليش؟ لأن اكو مشكلة هاي ما حد يقولها، يعني اكو مشكلة بينه وبين رئيس اللجنة المالية، واحد معاند يالاخ، واحنا واقعين ضحيتها، يعني قدرتها وين جت على الضعيف. مشاهد التظاهر هذا أصبحت الوسيلة الوحيدة لنيل الحقوق، لا سيما في وقت تغط فيه لجنة التعليم النيابية في سبات عميق، منشغلة بترويج انتخابي للعودة إلى البرلمان في الدورة المقبلة كي تبقى ساكنة بلا حراك أمام حقوق الطلبة. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة.